قول البعض إن ما يحدث اليوم في الضفة والقدس هو البداية الفعلية لانتفاضة فلسطينية ثالثة، بوصلتها القدس وأهدافها واضحة المعالم، يقودها الشباب الذي يمتلك رصيدا عاليا من الوعي والإدراك. هذا التهتك الأمني والاقتصادي والسياسي إلى أين يقودنا؟ نحاول أن نصل إلى إجابات مع ضيفنا الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدا. صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير وسعد صباحك. أهلا وسهلا بك. صباح المستمعين جميعا. أهلا أهلا بك يعني عزام. بداية، لو تحدثنا عن رسم معالم الانتفاضة الثالثة، هل هو جاهز أم لا؟ هل بدأ أم لا؟ وإلى أي درجة من الممكن أن يقود الغليان الحاصل اليوم في الضفة إلى انتفاضة؟ يعني أولا، الغليان الحاصل الآن هو حصيلة تراكمات طويلة منذ العام 2006 وحتى اليوم، سواء كانت تراكمات داخلية اجتماعية وسياسية فلسطينية، أو يعني تراكمات نتيجة صراعنا مع المحتل الصهيوني. بالنسبة لهذه التراكمات، هذه التراكمات المؤسسة الأمنية في إسرائيل بأجمعها يعني تكاد تكون مجمعة قولا واحدا على أن هذه التراكمات هي مقدمة انتفاضة ومقدمة حراك سيكون يعني غير مسبوق على الساحة الفلسطينية. معالم الانتفاضة الثالثة هي ستكون يعني انتفاضة مختلفة جدا عن ما عهدناه. يعني أولا، ستكون هذه الانتفاضة بين الناس كعموم الشعب الفلسطيني وبين المستوطنين، يعني على شكل صدامات يومية. لن يستطيع الجيش حماية المستوطنين ولا الفصل بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. المستوطنون سيتخذون دور محوري وكبير جدا في هذه الانتفاضة، بعكس الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى، لربما سيقوم بأعمال قتل ومذابح ويعني اعتداءات كبيرة جدا غير مسبوق على الفلسطينيين. وسنشهد يعني بحسب توقعات الاحتلال، سنشهد تدخل واسع جدا من فلسطيني الداخل بسبب السياسات الممارسة ضدهم، لا سيما التهجير، التضييق القانوني، هدم المنازل. فبالتالي أصبح فلسطينيي الداخل الآن مستهدفين تماما مثل بقية الفلسطينيين سواء في الضفة أو في غزة. نعم. على صعيد قطاع غزة، سيكون دور قطاع غزة وفصائل المقاومة هو إسناد الحراك الحاصل في الضفة وإسناد هذه المقاومة المشتعلة في الضفة، سواء عسكريا، سواء بالخبرات، سواء بالتدريب إن أمكن ذلك، وبيعني المواجهة المستمرة وإبقاء الجبهة الجنوبية مشتعلة مع الاحتلال. يعني الاحتلال أشد ما يخشى هو اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية بسبب البعد الجغرافي والبعد المكاني للضفة الغربية، التداخل الكبير جدا مع المستوطنين، حجم الاحتكاك الكبير جدا. نعم، ولكن إذا كان بالفعل يخشى الاحتلال من انتفاضة ثالثة، لماذا نشاهد هذه الهجمات التي أصبحت واضحة بأنها ممنهجة من قبل المستوطنين؟ لماذا هذا التوحد في الكتل المتطرفة وأيضا في العصابات الصهيونية، فتية التلال وما إلى ذلك، تحاول أن توحد نفسها لتصبح يعني تتصرف بشكل أكثر خطورة وأكثر منهجية أيضا؟ يعني الذي يخشى اندلاع انتفاضة هم ليسوا المستوطنين، بل هي المؤسسة الأمنية العقلانية بين قوسين في إسرائيل. هذه المؤسسة كانت ترى أنه يمكننا أن نأخذ كل ما نريد من الفلسطينيين بالهدوء. فبالتالي يعني إسرائيل على مدى أكثر من 30 عام من اتفاق أوسلو استطاعت أن تأخذ مساحات واسعة جدا من الأرض وأن تسيطر على حياة الفلسطينيين وأن تستعبدهم. فبالتالي كان الاحتلال يأخذ كل ما يريد بالهدوء. الآن المستوطنين يحملون يعني فكرة أشد عنفا وتطرفا، وهي السفر عربي من البحر إلى النهر. المؤسسة الأمنية العقلانية بين قوسين الإسرائيلية كانت ترى أنه يمكننا أن نأخذ كل ما نريد من الفلسطينيين مقابل أن نعطي لهم الفتات ومقابل أن يكون يعني هناك سلام اقتصادي. طبيعة الطرح، طرح المستوطنين الآن أنهم لا يريدوننا بتاتا
بين البحر والنهر، لا يريدون أي تواجد عربي أو أي تواجد فلسطيني. وفي رأيهم وفي تقديرهم أنه يجب انتزاع كل هذه الأراضي بالقوة، وأن الفلسطيني لا مكان له، ويجب تطهير الفلسطينيين تطهيرا عرقيا. فبالتالي هذا يصطدم مع طرح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إلى أن ما يحصل في إسرائيل هو الدخول في حلقة مفرغة من المزاودات. إسرائيل أصبح فيها عدد كبير جدا من الأحزاب بسبب تردي الواقع السياسي. هذه الأحزاب عاجزة عن الوصول إلى الحسم، فبالتالي هي تحتاج إلى بعضها البعض. هذه الحاجة إلى بعضها البعض تجعل مادة المزاودة الأساسية بينها هم الفلسطينيين. فبالتالي كل حزب يميني يريد أن يزاود على الآخر يقول أن هذا الحزب لين تجاه الفلسطينيين، مما يعني يجعل هذه الأحزاب تخاف على أنصارها وشعبيتها وتتخذ خطوات يعني أشد عنفا وفتكا تجاه الفلسطينيين، وعلى فكرة تخالف بذلك توجيهات المؤسسة الأمنية والعسكرية. يعني بمعنى أن الأكثر تطرفا هو الفائز. بالضبط. يعني على سبيل المثال أذكر شيء يعني قد يجهل الكثير من الناس. في انتفاضة الأقصى وفي نهاية انتفاضة الأقصى في العام 2004-2005 صدر قرار بوقف هدم منازل الاستشهاديين ومنفذي العمليات الاستشهادية، وذلك بسبب أن هدم المنازل كان يجلب عمليات انتقامية أكثر، ويعني يجعل الناس يلتفون أكثر حول المقاومة، وكانت خطوة عبثية يعني بالنسبة للاحتلال، ويعني ضرت سمعة الاحتلال في دول أوروبا ودول العالم الغربي. لكن في العام 2015 عاد قرار الهدم بقرار سياسي دون أخذ أي اعتبار لرأي المؤسسة الأمنية الذي كان يعارض ذلك. فبالتالي ما يقود الآن، يعني أنا تحدثت في هذا أكثر من عن هذا أكثر من مرة، من يقود الآن إسرائيل هم مجموعة من المتطرفين الذين يريدون أن يحشدوا رأي عام من المستوطنين بأكبر ضرر ممكن للفلسطينيين. فبالتالي يعني سبيل الحصول على شعبية انتخابية أصبح هو الدم الفلسطيني، وتحديدا دم أهل الضفة. فغزة لديها مقاومتها ولديها ما يحميها ولديها ثقلها وعتادها، لكن الضفة هنا يعني الاحتلال ينظر لها على أنها أرض مستباحة. فبالتالي مادة المزاودة الإعلامية بين هذه الأحزاب هم أهل الضفة وأراضي الضفة ودماء أهل الضفة. نعم، أنت تحدثت يعني في مقالك رب الجنود وآلهة العجوة بأن يعني ربما المستوطنون اليوم يعني يحاولون تجنيد أبنائهم وتربيتهم بطريقة جديدة، هناك مستوطن جديد يظهر على الساحة. ما هي يعني الأساسيات التي تقوم على تربية هذه يعني العصابات، ومتى من الممكن أن يكون هناك جني لثمار ما يجري؟ يعني أولا كل المجتمعات تنهض وتحقق نهضتها وقوتها عندما تربي أبنائها على الفضائل العسكرية والطبيعة الحربية. البشرية تقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما مفترس وإما فريسة. فبالتالي من لا يرفض أن يكون، من يرفض أن يكون مفترس، ومن يرفض أن يكون قويا، ومن يرفض أن يتمسك بكل أسباب القوة، من الطبيعي وبحسب كل قوانين الطبيعة أن يفترسه الآخرون. المستوطنين والاحتلال والمستوطنين تحديدا أدركوا هذه الحقيقة. الآن أصبح هناك تربية عسكرية لفتية المستوطنين من صغرهم. يعني لدينا مثلا مؤسسات الجدناع أو ما يسمى جدودي نوعر أو فيالق الشباب، بحيث يدخل فيها المستوطن من عمر 13 سنة ويتخرج بعمر تقريبا 16 إلى 17 سنة. في هذه المعسكرات الصيفية والسنوية يتعلم التخييم، يتعلم الدفاع عن النفس، استخدام السلاح، حرب العصابات، التقنيات المضادة لحرب العصابات، التعامل مع السلاح، التعامل مع الجرحى، مع المواقف الطارئة إلى آخره. فيدخل الجيش وهو ثلاث أرباع جندي. طبعا هذه المؤسسات العسكرية والمؤسسات الشبابية مثل الجدناع وغيرها أيضا تعطي تربية أيديولوجية ضد العرب، وتعمل على التحشيد والتحريض اليومي والمتواصل والمكثف ضد العرب.
ويعني تغذي الأطفال المستوطنين وفتية المستوطنين بنماذج من التوراة ومن قصص العهد القديم التي تحض على الإبادة العرقية. يعني القصة الأولى التي يدرسونها هي قصة إبادة يوشع بن نون لسكان أريحة. يعني كما ذكر في العهد القديم وفي سفر الخروج أن الرب أمر النبي يوشع بن نون أن يقتحم أريحة وأن يبيد وأن يقتل كل من فيها من البشر ومن ثم الحيوانات ويحرق جثثهم. فبالتالي يعني ما يربى عليه هؤلاء الفتية الآن ليس فقط القتال المباشر وتعلم تكتيكات القتال، إنما التعبئة العقائدية المكثفة. وهذا للأسف ما يغيب عنا نحن كمجتمع فلسطيني أو مجتمع الضفة تحديدا بشكل كبير. فنحن يعني إما بين جيل للأسف الشديد يعني هناك قوى كثيرة تعمل على تغييبه سواء في الجامعات سواء في المدارس. المناهج لدينا يتحكم بها المانحين بأدق وأبسط تفاصيلها. نعم، ولكن يعني ربما هذا الهدوء وهذه السياسة الممنهجة من أجل إخماد المقاومة ويعني الحراك الشعبي كان أيضا في الانتفاضة الأولى، يعني سبق الانتفاضة الأولى أيضا حالة من الهدوء، ولدرجة أن يعني الناس أصبحوا يذهبون إلى الداخل المحتل بسياراتهم. صحيح، وأيضا قبل انتفاضة الأقصى كان كذلك. فهذه يعني هناك طبيعة وخصوصية للمجتمع الفلسطيني لربما أنه برغم من كل عمليات الصهينة والتهويد ومحو الذاكرة إلا أن هذا المجتمع في لحظة معينة يتكاتف وينهض، يعني كما رأينا في السيرة الحارثية وفي جنين، ورأينا شباب يعني لربما نشأوا بعد انتفاضة الأقصى. يعني كثير جدا من الشباب الذين استشهدوا يعني مثل عمر أبو ليلى ومثل أشرف نعالوي والشباب الشهداء الثلاثة شهداء نابلس إلى آخره، هؤلاء نشأوا بعد انتفاضة الأقصى، فلم يعني يروا أيام المقاومة وأيام العز وأيام الدم، وإنما نشأوا في فترة هدوء. لكن هؤلاء كان لهم خيار آخر بسبب طبيعة توريث الذاكرة الذي يعيشه هذا الشعب. فبالتالي يعني صحيح أن الجيل الفلسطيني الآن في الضفة هو جيل مغيب، وهناك الكثير جدا من القوى تعمل على شطب ذاكرة هذا الجيل ومحوها وفصله عن أرضه وخلق يعني ما سماه بعض الأمريكيين الفلسطيني الجديد. لكن يعني كل الأحداث تؤيد وتشير إلى أن هذا الفلسطيني الجديد قد أجهض وقد ولد ميتا. نعم، إذن الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.